صراع مشتعل جدا في صحيح. دوري المظالم الحقيقه. هنروح بقى دلوقتي للاخبار العالميه، الاخبار العالميه هنبدا من برشلونه، والواضح كده انه الاوضاع داخل النادي مش هاديه لحد الان، مع كمان انطلاق الموسم الجديد بقياده كومن. الناس مش راضيه عنه الحقيقه، ما زالت الامور مشتعله زي ما قلنا على صفيح ساخن. بارتوميو رئيس النادي هو السبب، بارتوميو ممكن اعلن النادي صحه الاصوات، أصوات سحب الثقة منه من المجلس. فهنشوف دلوقتي التقرير ده ونرجع نكمل أخبارنا في البيت الكبير. يبدو أن الأوضاع لم تهدأ حتى الآن في نادي برشلونة الإسباني، على الرغم من انطلاقة الليغا واستقرار فريق الكرة تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد رونالد كومان. وفي مفاجأة كبرى أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا اليوم أعلن خلاله صحة أصوات سحب الثقة من مجلس جوسيب ماريا باتوميو، وهي الحملة التي انطلقت في نهاية الموسم الماضي بعدما تعرض برشلونة للخسارة الكبيرة على يد بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، وأيضا بسبب الأزمة التي نشبت بين ليونيل ميسي ورئيس النادي. وفي بيان برشلونة الرسمي أكد أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني التي وصلت إلى ما يزيد على 16,520 صحيحة. وأضاف بيان النادي الإسباني أن المرحلة المقبلة ستكون نشر السجل الانتخابي وتحديد فترة لتقديم الطعون، بعدها سيكون أمام المجلس فترة بين 10 إلى 20 يوما لتحديد موعد التصويت الجديد لسحب الثقة. للمرة الثانية وفي صدمة كبيرة جدا لنادي أياكس الهولندي، اتعرض حارس مرمى أندريا أونانا ده طبعا بإصابة فيروس كورونا. هيتم استبعاد أونانا طبعا مع مشاركة منتخبه، هو طبعا حارس المرمى الكاميروني عنده مباراة ودية بكرة ضد اليابان، فطبعا ده ظهور علامة أو إيجابية كورونا بتمنعه طبعا من السفر واشتراكه مع منتخب الكاميرون ضد منتخب اليابان بكرة في الأجندة الدولية الودية من خلال طبعا اصابته. اعلن النادي عن النادي اياكس طبعا اعلن عن اصابه الحارس حارس المرمى الكاميروني، وانه موجود ومش هيسافر طبعا للاشتراك مع منتخب بلاده. كان عندنا اعتقاد الاول ان اللي بيجي له كورونا في الاول خلاص بيحصل على مناعه. النهارده منظمه الصحه العالميه بتنفي الاخبار ده، اي شخص جات له كورونا ممكن يتعرض ليها تاني، والدليل أونانا. إبراموفيتش كمان نجم ميلان الإيطالي بيعاني من فيروس كورونا للأسف، كان من أسبوعين تقريبا وهو برضو بيجري مسحة طبية وظهرت النتيجة إيجابية. فيروس كورونا زي ما احنا قلنا يعني خلاص بيتفشى في إيطاليا بشكل كبير جدا، وده يمكن على فكرة اللي خلى النهاردة انت عارف الحكومة الإيطالية بتدرس ان هي توقف الدوري لتاني مرة بسبب تفشي فيروس كورونا. وعندهم جنوة كمان عندهم اكتر تقريبا من 17 اصابه في فريق جنوة، فايطاليا ربنا يستر ربنا يستر ان شاء الله. طبعا الهولندي ديباي ده طبعا نجم اولمبيك ليون قال ان كان قريب جدا جدا من الانتقال لبرشلونه في هذا الصيف لولا بعض الاسباب اللي افسدت الصفقه. قال ديباي في تصريحات طبعا نقلتها صحيفة ماركا الأسبانية، الاتفاق كان قريب جدا جدا، علينا ألا نخوض في كل التفاصيل، ولكن في الواقع كان كل شيء قد حسم تقريبا. وبيتكلم على انتقاله طبعا لبرشلونة، وللأسف لأسباب معينة لم يتم الاتفاق للانتقال. لكن عقد ديباي زي ما احنا عارفين مع ليون بينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي ممكن جدا في خلال في خلال يناير ممكن جدا يوقع لبرشلونه، يعني ممكن جدا انه خلاص عقده ينتهي بنهايه الموسم، وبالتالي من حقه انه يمضي مع برشلونه في فتره يناير. احتمال وارد جدا نلاقي ديباي موجود في البارسا في الموسم القادم. نروح للرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اللي النهاردة بيقوم بإعادة النظر الحقيقة في قرار حظر تواجد الجماهير في الملاعب. في تصريحات صحفية لي في التايمز البريطانية
قال انه هيكون من الانصاف معامله الرياضه مش زي اي حدث اخر، زي الحفلات على سبيل المثال واللي بيتواجد فيها الحقيقه الجماهير بوجود مسافات امنه ما بينها. فكتبت العديد من الانديه الاسبوع ده خطاب بتطالب فيه باعاده النظر في القرار ده، اللي اعتقد انه هيبقى كارثي على كتير من الانديه من الناحيه الاقتصاديه، بحيث هتعتمد اغلبيتها على دخل تذاكر المباريات، فانت النهارده بتعاني من الدخل القوي ده جدا في الانديه. كنا اتكلمنا في البيت الكبير على طبعا على خاصه الدوري الانجليزي كان ماساه بالنسبه لهم عدم وجود جماهير، وطبعا ماساه، وبيحاولوا دلوقتي بقدر الامكان انه يحلوا المساله، يعني وجود الجماهير بتحل ازمه الازمه الاقتصاديه وعقود اللاعبين وهكذا يعني. فدي كان مشكله، بس من الواضح كمان ان لسه في غلق لعدم وجود جماهير حتى على مستوى الدوري الانجليزي، ما اعتقدش هيكون قريب يعني. هنشوف بعد الفاصل ان شاء الله، حديث مهم جدا مع الاستاذ جمال زهيري وزميلي العزيز كابتن هاني رمزي، وموضوعات مهمه على الصحه الرياضيه. اتفضل.